اسبانيا كان في ناس كتير جدا مراهنة عليها، وكان في ناس شايفة ان هي الحصان الاسود في هذه البطولة. واحنا بنتكلم اسبانيا وفرنسا منتخبين اقوياء جدا يعني، بس اسبانيا قدمت اداء مختلف، والحقيقة النسخة دي من يورو 2024 كان فيها مفاجآت كتير. شايف ان من ضمنها فوز اسبانيا على فرنسا؟ هو الطبيعي اسبانيا تكسب، مش عشان مفاجأة، عشان دي عدالة الكورة. يعني خلينا نفرق بين حاجتين، مش دايما عادله يعني بالظبط، بس عداله الكوره ان الفريق اللي بيلعب بمعنى كلمه بيلعب يعني بيقدر يستحوذ على الكوره اكتر وقت ممكن بكل شكل في الملعب، بيكون في افكار، او يعني احنا بنشوف الماتش بتشوف في ان في مدرب او بنتوقع ان في مدرب واقف على الخط، ده طبيعي او ده الكوره او ده اللي خلينا نحب كوره ونتابعها. فبالتالي من الطبيعي او من المنطق ان اسبانيا تكسب، ما استحاله بعد كل اللي بيحصل ان فرنسا اللي بتعتمد على الجودة اللعيبة على المستوى الأفراد هي اللي تصعد. عشان كده احنا بنفرق بين حاجتين، النتيجة والأداء. وكلمة أداء ان انت لما تشوف او بتترجم او لما تيجي تشوف مباراة المنتخب في بالظبط، الله ينور حضرتك، لما تيجي تشوف مباراة تحس ان في افكار انت قادر تقراها، تتكلم حتى مع صاحبك او حتى لو انت مش مختص في الكوره تقول اه ده الفريق ده بيوصل بالطريقه الفلانيه، ده بيوصل بالطريقه الفلانيه، مجرد انت بتبتدي تقرا افكار مدرب بتحس ان الفريق ده ليه شكل، غير لما بتعتمد على جوده لعيبه على مستوى الافراد بناء على ارتجال اللعيبه في الملعب، او بمعنى اصح او اسهل هل اللعيب ده فايق او قادر يؤدي ولا لا. هي دي القصه، ده الفرق بين اثنين مدربين. عشان كده بقول لك عداله الكوره ان المنتخب الاسباني مع مدير فني قادر يقدم افكار، تحس ان المنتخب الاسباني عارف يا استاذ مصطفى كده جيل بيسلم جيل، يعني طبعا. هو ده نفس الكوره مع اختلاف تفاصيل بسيطه اللي كانت بتتقدم مع لويس انريكي، اللي ناس كتيره حكمت على المشروع بالفشل عشان مجرد ما بين قوسين طلع من دور ال 16 على الرغم ان كان في اكتساح كامل. غير طبعا احنا فرحنا كلنا طلع من المنتخب المغربي في كاس العالم اللي فات، لكن بتكلم على اكتساح كامل للكره الاسبانيه وعلى مستوى المنتخبات. الى جانب قبليه كان بتتكلم على لوبيتيجي، يعني قصدي مدرسه بتسلم مدرسه، تحس المنتخب الاسباني في افكار في الملعب. صحيح. فبالتالي لا كان من احنا كنا محتاجين نشوف العداله الكرويه في الملعب، ان فعلا لا الكوره لا في افكار بتكسب، واحنا بنحاول يعني او بندعي ان احنا مختصين في مجال الكوره، فبتحس لا في افكار مدرب موجوده، فبتحس الافكار دايما هي اللي بتنتصر. لكن طول ما الناس بتروح للنتيجه بس بدون الدخول في تفاصيل ازاي النتيجه دي راحت، مستحيل. انا بعمل شو، انا بمتع الجماهير بالزبط. يعني مستحيل برضو استاذ مصطفى ان المنتخب يعني برضو خلينا منطقيين، دخل احرز 4 اهداف منهم 2 دوبليكيشن يعني جايه من الخصم وجول ضربه جزاء يصعد ياخد البطوله، ما صعب. معاك ديشامب اخذ كاس العالم ووصيف كاس العالم واخذ اليورو، لكن مش انت انت عندك لعيبه وعناصر يعني انا شايفها على المستوى الافراد لعيبه مميزه جدا، فمحتاج او احنا بنطمع ان كنا نشوف افكار اعلى بكتير جدا مع مدرب ما بين قوسين خدعه او اكبر خدعه في البطوله، وهنتكلم برضو على الخدعه الثانيه مع المنتخب الانجليزي يعني.